انه ناس ضحاوا بشبابهم، ضحاوا بحياتهم يموتوا في السجون، بالرغم من انهم افسدوا، لكن العقوبه ليست سجن. عقوبه رشيد شواقي الله يرحمه ما يموتش في السجن. من العيب والعار انه واحد كيما شواقي يموت في السجن، من العيب والعار انه واحد كيما عكرم يموت في السجن، من العيب والعار واحد كيما العاصي يموت في السجن، من العيب والعار انه واحد كيما جمال ولد عباس يموت في السجن. من العيب والعار، عيب، عيب عليكم، عيب عليكم. ذوقوا من نفس الكاس، رايحين ذوقوا من نفس الكاس. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ذوقوا من نفس الكاس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لمصلحة الدولة الجزائرية، لمصلحة العامة، لمصلحة الكل، لأنه العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. الآن ما دامني قادر إني عفوت عليك، العفو عند المقدرة، خلاص روح. نصيحتي كابن، كأخ لتبون، أنه نقول له يا سي تبون العفو عند المقدرة، خليك رجل دولة، خليك مسؤول، خليك أب الأسرة، خليك رب العائلة، ولادك هذوا وخاوتك غلطوا، سامحهم، سامحهم، نبداو صفحة جديدة. لأنك لو تقوم بمصالحة وتقوم بتصفية القلوب، أنا متأكد أنك حتى وتترشح العهدة ثانية تروح وانت راضي والشعب راضي، قال على الأقل دار حاجة مليحة، نعطوا له عهدة ثانية. لكن انت كيفاش راح تقابل الشعب، وكيفاش تقابل نفسك في المراية وانت راح للدوزيام موندا، وانت بكل صراحة لم تحقق شيء، لم تحقق شيء، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الاقتصادي ولا المستوى الرياضي، ما كان والو. حتى البلوطه المستوى الرياضي لم يحقق شيء. كاس الدين في وقت 2019 وقت بوتفليقه، لا كاس العالم لا كاس افريقيا لا كاس الاحياء، لا ما بين الاحياء لا والو، ما دينا والو. الجانب الثقافي واش حققنا في الثقافه؟ هاي عطوني في الثقافه، انا درت هنا واحد الورقه نهضر عليها. ثقافه فيلم الامير عبد القادر، فيلم الامير عبد القادر خسرنا عليه 40 مليون دولار في وقت بوتفليقة، صرفنا منهم 157 مليار سنتيم، يعني 40 مليون دولار ما يعادل 400 مليار سنتيم جزائري. نضرب السنتيم، 400 مليار سنتيم خصصناها لفيلم الامير عبد القادر في وقت بوتفليقة 2012، خصصنا 400 مليار، كلينا منهم 157 مليار راحت في كيل الزيت. السؤال مطروح، واش درتو بال 157 مليون دولار؟ 157 مليار، مليار سنتيم جزائري وين راحت؟ واش درتو بها؟ شريتو العواد وين راهم؟ شريتو كوستيمات وين راهم؟ شريتو سيوفة وين راهم؟ صورتو لقطة بالفيلم وين راهي؟ كان والو، راحت في كيل الزيت. من بعد جينا قال لك لا، كاين الأمير عبد القادر تاع تبون، لأنه تبون حب يدير فيلم الأمير عبد القادر. واش غير بوتفليقه يدير امير عبد القادر، انا ثاني ندير امير عبد القادر، هاي خصصنا له 80 مليون دولار الضعف، يعني اللي هي 100 مليار سنتيم، 100 مليار سنتيم تبون عطاها الراشدي، قال له سي راشدي هاك 100 مليار سنتيم ديرنا فيلم امير عبد القادر. وراهي واصله، وراهي واصله لحد الان. اعطونا امير عبد القادر الدراهم تاع الامير عبد القادر اللي كانوا عند راشدي، احمد راشدي اللي كان مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالسينما والثقافة وكذا كذا، الآن راشدي تنحى من الرئاسة راحت، والميات وال 100 مليار هذيا، شنو 100؟ 1000 مليار ماشي 100 راني غالط، هذه راهي 80 مليون دولار، 80 مليون دولار معناتها راهي دوبل، 80 مليون دولار هذيا اللي هي ليكيفالون تاع 1000 مليار وين راهي؟ 1000 مليار هذه وين راهي؟ سي راشدي أنت خرجت من الرئاسة، إيه بصح 1000 مليار هذه وين راهي؟ كش ما صورتوا لقطه تاع فيلم امير عبد القادر، كش ما شريتوا كوستيمات، كش ما شريتوا عواد، كش ما شريتوا سيوفه، كش ما شريتوا مش عارف انايا معسكر جديده،
يعني بلاد اسمها معسكر اللي زاد فيها الامير عبد القادر، كش ما شريتو شجره الدردره جديده، كش ما شريتو زمالة الامير عبد القادر جديده، اعطونا واش درتو بالدراهم. حاسب قسامه قبل 2020 ليس من حق اي مسؤول انك تحاسبه. اللي غلط في وقت بوتفليقه وما تحاسبش خلاص، الا الخيانه، لان الخيانه لا تموت بالتقاعد. اللي اكتشفنا انه كان يخون في 2001 او 1991 يعاقب، لان الخيانه لا تموت بالتقادم. ولكن سوء التسيير ويعني وفساد مالي مقنن، لانه كاين فساد مالي اللي هو نهب وسرقه وترافيك، وكاين قانون مالي او كاين فساد مالي هو مقنن. واش معناتها مقنن؟ معناتها سعيد بوتفليقه يكلم لوناكل وزير ولا لوكال، هذا اسمه وزير الماليه، الو سيد وزير اللي كان محافظ البنك المركزي، يقول له سي كذا انا بعث لك حداد اعطي له كريدي تاع 1000 مليار. هذا ما يسموه السرقه، هذا يسموه استغلال نفوذ، استغلال نفوذ وسوء تسيير، وهذا ما يتعاقبش بالسجن، يتعاقب عقوبات اداريه. هذا ما يتعاقبش بالسجن دخلوا الحبس، هذا يتعاقب عقوبه اداريه، يمنع من تولي اي منصب، يمنع من كذا وكذا وكذا وكذا، ويريح في داره. حنا نبنوا دولة قوية، نبنوا دولة ذات مؤسسات. أما نتاع واحد لأنه ما عجبنيش وفي المقبرة صفقوا عليا ضدي وسبوني وكذا ندخلوا الحبس، ما نقدروش نبنوا دولة كما هكا ستبون. ما نقدروش نبنوا دولة بتصفية الحسابات، لأنه السيد هذاك ما حضرليش العرس، وهذاك ما جانيش في العرس تاع بنتي، وهذاك ما جابليش كادو، دخل جدو الحبس. ما نقدروش نبنوا دولة هكذا، مستحيل. لا نستطيع أن نبني دولة بهذا الأسلوب. لأن التحديات خطيرة وخطيرة جدا. وأنت يا سي تبون تقر وتعترف أن التحديات صعبة وخطيرة. لأن القادم أسوأ. راح ندخلوا في حيط أكبر وأخطر من اللي رانا فيه. الحل الوحيد يا سي تبون هو مصالحة وطنية. نصفوا القلوب ونصفوا الجيوب ونصفوا الكفان. الكفن لازم يكون نظيف، لانه الكفن ما عندوش جيوب، الكفن ما عندوش جيوب، معناتها اللي راهم الان دايرين في بالهم رايحين يدوا الكاشي ويدوا مش عارف انا هي الصولجان ويدوا الملايير، ما تدوا والو. لانه بوتفليقه الله يرحمه كيمات الدميتره تاع قماش، لكن للاسف الشديد تاريخه وقراراته بقات مسجله، بقات مسجله. عنده امور محاسن رانا نذكروها نقولوا كثر خيره، لكن عنده مساوئ كثيره رانا نقولوا للاسف الشديد فعله وفعله وفعله. نفس الشيء مع قائد الاركان الراحل قايد صالح، لانه هذا الوضع الخرائي اللي رانا فيه والكارثه اللي رانا فيها والعدم استقرار والتخلاط وكذا كذا، يتحمل مسؤوليته امام الله وامام التاريخ والشعب الجزائري قايد صالح. نعم قايد صالح يتحاسب، هو اللي التاريخ يحاسبه، لانه من جهله ومن محدوديه ثقافته السياسيه ومسؤوليته ورط البلاد، دخلها في حيط وخلق احقاد وخلق يعني أزمة يصعب التحكم فيها أو حلها وتبقى لسنوات. واستمرار الوضع لحد الآن راهو يعقد في الأمور. على الأقل لو تبون خذا قرار وقال عفى الله عما سلف ونصفوا الحسابات ونعاودوا نخلطوا الدومين ونبداوا صفحة جديدة، على الأقل الجمرة هذيك تاع الحقد والكراهية تنقص تبرد شوية. لكن لحد الآن مازال الناس راهي تموت في الحباس، الناس راهي تموت. عكروم جنرال عكروم راهو في الدقائق الاخيره، معلومات رسميه عكروم راهو في الدقائق الاخيره، بعد ايامات ممكن اسابيع، ربي يطول في العمر، لكن سمعوا عكروم مات في السجن. بعد ما مات شواقي الله يرحمه، العروسي الله يرحمه، الان رانا في عكروم، رانا نستنى وقتاش يخبرونا قال مات عكروم. وبعد ايامات او اسابيع نفس الشيء نسمعوا بودواور نفس الشيء الله يرحمه، لانه اللي راهو وضعهم خطير وخطير جدا. بودواور وعكروم وجمال ولد عباس هذو راهم في الدقائق الاخيره.
قادر أيام أسابيع لسمعومات. هذا إساءة بالغة للدولة الجزائرية، إساءة كبيرة وكبيرة جدا للدولة الجزائرية.